أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الدار، دار تصحيح تاريخ العرب والأنبياء، هدفنا الأساسي والوحيد هو تصحيح تاريخ العرب القديم والحديث وتاريخ أنبيائنا العرب المسلمين، ولا نخرج أبدا أبدا على إجماع علماء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومرجعنا ومصدر علمنا هو أولا القرآن الكريم، ثم السنة النبوية الشريفة، وعلم الصحابة، وأدلة علماء المسلمين. ثم مرة ثانية أود أن أؤكد وأكرر أن الدين اليهودي أسسه عزرا الكاهن سنة 457 قبل الميلاد بأمر من الملك الفارسي كورش الحفيد، الذي أراد تشويه سمعة أنبيائنا العرب المسلمين والطعن بدين التوحيد، دين النبي العربي المسلم إبراهيم عليه السلام، ودين ولده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط، أي بني إسرائيل، وموسى الذين كانوا مسلمين بنص القرآن الكريم. فأراد كورش الفارسي أن يجمع الناس حوله وحول هذا الدين الجديد ليستعملهم كطابور خامس وجواسيس يرسلهم إلى فلسطين لتمهيد احتلالها، تماما 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 كما فعل المستعمر الأوروبي الخبيث. وكان عزرا الكاتب الرسمي في بلاط الدولة الفارسية، وعرف عند علماء المسلمين بالوراق. فجمع عزرا كل سبايا وأسرى وعبيد بابل، وكانوا من عشرات الأجناس البشرية والأعراق والشعوب المختلفة تحت دين جديد هو الدين اليهودي. ثم في سنة 288 قبل الميلاد طبعا، جمع الملك اليوناني بطليموس حوله 70 كاهنا لأسباب أيضا استعمارية، وأمرهم أن يترجموا كتب عزرا التي كتبها بالأرامية وليس العبرية، فترجموها إلى اليونانية عرفت بالسبعونية. وهذا ثاني أكبر تحريف لدين أنبيائنا المسلمين. ثم أصبحت هذه الكتب معتمدة عند اليهود والمسيحيين والكنيسة، وهي مليئة بالفظائع التي تشمأز منها النفوس، كما مثلا كما نسبوا فيها لأنبيائنا المسلمين كنوح وإبراهيم ولوط ويعقوب وهارون وموسى وداود وسليمان عليهم السلام، وحتى السيدة مريم والدة عيسى المسيح، الأكاذيب والأباطيل والشرك والوثنيات وعبادة الأصنام وارتكاب الزنا والربا والسفاح ونكاح المحارم والدياثة والعياذ بالله واغتصاب البنات وشرب الكحول والسكر والتعري والكذب والاحتيال والدناءة، ونسب لبني إسرائيل أكل فضلات البشر وروث البقر والعياذ بالله. لذلك نحن أسسنا هذه الدار لتصحيح سيرة أنبيائنا المسلمين. كما نسب كهنة اليهود أنفسهم زورا وبهتانا للنبي العربي المسلم إبراهيم عليه السلام ويعقوب وبني إسرائيل وموسى، وزعموا أنهم كانوا يهود يتكلمون العبرية اليهودية، وهذا كله محض كذب وافتراء على الله. لأننا كما رأينا الدين اليهودي تأسس بعد النبي إبراهيم بحوالي 1600 سنة،
وبعد النبي موسى بحوالي 1000 سنة. فكذبهم رب العالمين في القرآن الكريم وفضح كل تحاريفهم وأكاذيبهم وحذرنا من كتبهم المزورة. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية للذين لم يشاهدوا تلك الحلقات، فقد أثبتنا بالأدلة القاطعة عروبة النبي إبراهيم عليه السلام بنص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة وكلام كبار العلماء علماء المسلمين. نذكر فقط قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي إبراهيم عليه السلام. عندها وقف النبي إبراهيم في مكان مرتفع قرب الكعبة، وهنا نحن نتكلم طبعا عن مكة المكرمة التي لم يسكنها أحد قط سوى العرب بإجماع حوالي 2 مليار من المسلمين. فنادى إبراهيم الناس للمجيء إلى الحج، أي ليعلمهم الإسلام وأركان الحج كما أمره الله سبحانه وتعالى. فأول من لبى نداء النبي إبراهيم وقالوا له لبيك اللهم لبيك، من هي؟ قبيلة جرهم العربية، قبيلة جرهم العربية التي أجمع حوالي 2 مليار من المسلمين على عروبتها. نعم، قبيلة جرهم العربية كما أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، جرهم العربية المجمع على عروبتها من قبل 2 مليار مسلم كما قلت. ثم أي قبيلة؟ قبيلة العماليك العربية والعموريين العرب والكنعانيون العرب وأحفاد عاد وثمود وعشرات قبائل عربية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا دليل قاطع ساطع آخر على عروبة النبي إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام تكلم بلسان قومه العرب. وجميع العرب اليوم، كبيرهم وصغيرهم وذكيهم وغبيهم، يعلمون أن مكة المكرمة لم يسكنها أحد غير العرب والقبائل العربية، وذلك خلال آلاف السنين. وهكذا حافظت مكة المكرمة على الصفاء ونقاء وفصاحة اللغة العربية. كذلك الجميع يعلم أن مكة المكرمة لم يستعمرها أي شعب أعجمي على الإطلاق، أبدا. فمن كان سكان مكة يا ترى؟ الصينيون أو الدنماركيون أو سكان هونالولو؟ من؟ طبعا لا، بل كان سكان مكة المكرمة مئات الآلاف من القبائل العربية التي كانت تسكن في مكة المكرمة وضواحيها منذ زمن النبي آدم عليه السلام، لأن النبي آدم هو الذي بنى الكعبة وهو أول بيت لله. ثم بعد ذلك تكاثروا في زمن النبي هود العربي عليه السلام، وسكن مكة كذلك الأمر النبي صالح النبي العربي وقومه وقبيلة جرهم كما نعلم المشهورة والقبائل العربية الأخرى من أحفاد عاد وإرام وثمود والعماليق والقبائل عبد الضخم ابن إرام وأميم والتصم وجديس. وكذلك سكن مكة المكرمة قوم هود النبي العربي وقحطان وقوم يعرب والعموريون والكنعانيون والعبيديون وكثير من القبائل العربية الأخرى. ومن أول من لبى نداء النبي إبراهيم للمجيء إلى الحج وأسرع كالبرق نحو الكعبة؟ من؟ قبيلة جرهم العربية. من أول من لبى نداء النبي إبراهيم للمجيء لإداء فريضة الحج؟ من؟ قبيلة جرهم العربية العربية المشهورة. وقالوا له ماذا؟ لبيك اللهم لبيك.
ولبيك اللهم لبيك، ليست لغة صينية ولا روسية ولا إنجليزية، بل لسان عربي مبين. ثم لبى نداء إبراهيم للحج قبائل من؟ العماليق، القبائل العماليق العربية المشهورة، والعموريون العرب والكنعانيون العرب وكل بقية القبائل العربية. قال ابن عباس رضي الله عنهما، فأول من أجاب النبي إبراهيم أهل اليمن. هذا قول ابن عباس، فهم أكثر الناس حجا. إذن هذا أكبر دليل ساطع قاطع على عروبة النبي إبراهيم عليه السلام، لأن جميع هذه القبائل عربية، عربية قح، والنبي إبراهيم عليه السلام تكلم معهم بلسانهم العربي، بلغتهم العربية، وهذا دليل على عروبة النبي إبراهيم، لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، سورة إبراهيم آية 4. فالله سبحانه وتعالى أرسل النبي إبراهيم عليه السلام بلغة قومه العربية بنص هذه الآية الكريمة. نشاهد معا هذه الأدلة ثم نعود. يقول ابن منبه في التيجان أن جرهم ابن قحطان، اسمعوا لهذا، تولى أمر مكة وحج هود وابنه قحطان ولحقهم يعرب إلى مكة، ورحل عمليك العربي وولده إلى الحرم الشريف، ورحل عمليك وولده إلى الحرم الشريف، فنزلوا به كافة، وكانوا يعرفون تعظيم الحرم الشريف من آدم وإدريس ونوح. وسلك فجر روحاء، يقول وهب، وهو مكان بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، 70,000 نبي حجاج، 70,000 نبي حجاج، كما ذكر الحسن بن يسار البصري، قال دخل مسجد النبي إبراهيم عليه السلام 300 نبي، وبين الركن اليماني والركن الأسود قبر 70 نبي، وقبر إسماعيل وهاجر في الحجر تحت الميزان، وقبر نوح وهود وصالح وشعيب فيما بين زمزم والمقام. قيل هود دفن في اليمن كذلك. دليل قاطع ساطع على عروبة النبي إبراهيم عليه السلام، فشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، الذي كان دائما يقول عندما يتكلم عن إبراهيم، يقول أبي إبراهيم وأنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم. كان الرسول يقول هذا للصحابة صلى الله عليه وسلم، كان يقول أبي إبراهيم وأنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم. طبعا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم في الشكل والهيئة. لنشاهد معا هذه الأدلة. نسب النبي إبراهيم عليه السلام من ناحية الأب وأسماء أجداده كلها عربية قح، أسماء أجداد النبي إبراهيم كلها عربية. مثلا من هو النبي إبراهيم عليه السلام؟ هو إبراهيم ابن آزر، وهي كلمة عربية تعني ساعد وعاون وأيد، فاسمه آزر. يا ناس اسمه آزر وليس تارح،
كما يسعى مخالفي القرآن الكريم لأن اسمه ورد في القرآن الكريم بأذى وليس تارح. كيف يقولون تارح؟ وتارح هو من كتب اليهود والمسيحيين الدينية. يا ناس يا عالم، نحن مرجعنا القرآن الكريم ولا نخالف القرآن الكريم؟ فمرجعنا ليس توراة اليهود وأناجيل المسيحيين. إذن هو إبراهيم بن آزر بن ناحر. ناحر كلمة عربية، قح من نحر أي ذبح المواشي الغنم والإبل. ابن سارح، سارح كلمة عربية، قح وهو راعي الغنم، سارح وراعي الغنم. ابن سلح، اسألوا أهل اليمن يعرفون سلح تماما. ابن كربل، كربل كربلاء أخو جرهم، جرهم القبيلة العربية المشهورة جدا. ابن يقطان، ابن قحطان، ابن هود، ابن عبد الله، ابن رباح، ابن خالد، ابن الخلود، أسماء عربية. ابن عيسى، ابن عاد، ابن إرم، ابن سام، كل هذه أسماء عربية. قح فنسب هود وجرهم وثمود وصالح وإبراهيم وشعيب يرجعون كلهم لجدهم عاد ابن إرم ابن سام ابن النبي نوح النبي العربي عليه السلام. ناس يا عقلاء يا عالم يا بشر، اسمعوا إلى هذه الخرافات والهرطقات، شيء غريب عجيب فعلا. كيف يكون عاد وهود وجرهم وثمود وصالح وحتى النبي إسماعيل ابن إبراهيم وشعيب عرب، ولكن فقط النبي إبراهيم الذي هو من نفس النسب ليس عربي؟ يعني سبحان الله، ما هذه الهرطقات والخزعبلات والخرافات والأباطيل؟ أين العقول؟ هنا اتضح جليا أن الذي قال عن النبي إبراهيم عليه السلام أنه ليس عربي تأثر بالإسرائيليات والمسيحيات إلى النخاع وليس بالقرآن الكريم وأدلة كبار علماء المسلمين. وبأصالتي تكمن علتي عربية. كذلك الأمر أكبر دليل أن النبي إبراهيم عليه السلام هو جزء من التاريخ العربي الإسلامي. النبي إبراهيم هو جزء من التاريخ العربي الإسلامي. والدليل السابع على عروبة النبي إبراهيم أن كل أسماء أجداد النبي إبراهيم حتى من جهة الأم، لقد رأينا أن من جهة الأب كل أسماء أجداد النبي إبراهيم عليه السلام عربية قح، كذلك من جهة الأم فقد تزوج ناحر ابن سارح السكة، السكة معناها بخور، نوع من البخور، بن سلح ابن كربل ابن يقطان ابن قحطان ابن هود، فولدت له من؟ تزوج ناحر كما قلت ابن سارح السكة بنت سلح، فولدت له من؟ آزر أبو إبراهيم عليه السلام. أما نسب إبراهيم من ناحية الأم كذلك فهو إبراهيم ابن السكة والدته وهي بنت سلح بن ابن كربل ابن يقطان ابن قحطان ابن هود ابن عابر ابن يرف كساد ابن يرف كساد ابن سام. وناحر جد إبراهيم من ناحية الأم هو ناحر ابن سارح ابن قاسم، كلمات عربية، ابن عابر كلمات عربية، ابن صالح عابر ابن صالح، وصالح هذا طبعا غير النبي صالح عليه السلام، ابن يارف كساد ابن يارف كساد ابن سام ابن نوح عليه السلام. كما تزوج جد إبراهيم قحطان ابن هود ماغرة بن شعبر، ماغرة بن شعبر ابن عويلم، كلمات عربية، عويلم
من هو أواليم؟ هو أبو العمالقة العرب، والكنعانيين هو أبو الكنعانيين، فالكنعانيون عرب أقحاح من ولد سام، وليس كما يزعم كهنة اليهود أنهم من ولد حام. هذا خطأ فادح وتحريف شنيع. ذكر ابن الكيس النميري أن الساب المعروف أن قحطان تزوج، اسمعوا لهذا، أن قحطان تزوج امرأة من العمليق، العمليق العرب، فولدت له يعرب وجرهم وحمير، يعرب وجرهم وحمير كلهم عرب من العمالقة، من العمالقة، وتكلموا جميعهم اللغة العربية. انتهى كلام النساب. هذا دليل آخر أن قبيلة جرهم، جرهم وعمليك أقارب، جرهم وعمليك أقارب من نفس النسب، لأن من النسب حتى من ذكر السيدة هاجر عليه السلام، عليها السلام، بهاجر الجرهمية، ومنهم من قال هاجر العمليقية. سوف نخصص حلقة عن عروبة، نبرهن فيها عروبة السيدة هاجر رضي الله عنها، وأنها كانت سيدة حرة، ليس كما يزعم كهنة اليهود وقصاوسة المسيحيين أن إبراهيم هو إبراهيم ابن تاريخ، تاريخ، ومنهم من يقول ابن تاريخ، ابن تاريخ، ترح عكس الفرح، ابن ناحور، ابن صاروخ، صاروخ، ابن أرغو، 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 ما هذه الأسماء؟ ابن فالغ، 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 وفالغ راسه، ابن عابر، ابن شالخ، شلخه، ابن شالخ، 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 ما هذه الهرطقات والخرافات؟ هذا تحريف لاسم صالح، صالح ليس شالخ، لكلمة صالح العربية، ابن من؟ ابن شالخ، ابن إرفخشت، إرمن، إرفخشت، ابن سام، ابن نوح، يعني فقط ثمانية أجداد بين النبي إبراهيم إلى سام. فإرفخشت هي تحريف للكلمة، للكلمة العربية، للاسم العربي يريف كساد، يريف كساد، القبيلة العربية اليمنية المشهورة التي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كل هذه الأسماء وضعوها لماذا؟ ليخفوا الأصل العربي للنبي إبراهيم وغير النبي إبراهيم. أما الدليل الثامن على عروبة النبي إبراهيم عليه السلام، فقد تزوج إبراهيم هاجر العربية، هاجر العربية من عرب العمالقة، هي من العمالقة. كذلك ذكر ابن عساكر وغيره أن النبي إبراهيم تزوج من؟ بعد أن توفيت سارة، طبعا بعد أن توفيت هاجر وسارة، تزوج قطورة الكنعانية، قطورة الكنعانية العربية. ابن عساكر يقول قطورة كانت من، اسمعوا، كانت كنعانية من العرب العاربة. ابن عساكر، ابن الطبري، ابن أثير، ابن كثير يقولون هذا، أنه تزوج قطورة الكنعانية من العرب العاربة، هم يقولون من العرب العاربة. ثم بعد ذلك تزوج النبي إبراهيم عليه السلام امرأة كنعانية أخرى من العرب العاربة كذلك، اسمها حجون، وقال الطبري اسمها حجور. كذلك ذكر المؤرخون المسلمون أن إسحاق تزوج، إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام طبعا، تزوج امرأة كنعانية عربية كذلك، وتزوج ابن إسحاق حتى عيسو بنت عمه العربية، ابن إسحاق تزوج بنت عمه العربية، بسمة، بسمة، من كانت بسمة؟ بسمة كانت بنت النبي إسماعيل، من تزوجها؟ ابن إسحاق. كيف يكون إسحاق سرياني والنبي إسماعيل عربي؟ وكيف يتعامل ويتفاهمون مع بعضهم البعض؟ كما تزوج يهوذا ابن يعقوب عليه السلام بنت يسوع العربية الكنعانية، تزوج يهوذا ابن يعقوب، يعقوب يعني إسرائيل، تزوج من؟ تزوج بنت يسوع العربية الكنعانية. وكذلك تحدث النبي إبراهيم، اسمعوا لهذا، تحدث النبي إبراهيم مع زوجات إسماعيل الجرهميات العربيات، هم يقولوا جرهم زوجة النبي إسماعيل كانت من قبيلة جرهم العربية، أوكي. فالنبي إبراهيم تحدث مع زوجات إسماعيل عربية الجرهميات كما في كتاب صحاح الأحاديث، الكتاب الصحيحة للأحاديث، طيب، فإن لم يكونوا جميعا عرب من قبائل العربية، تعرف بعضها البعض تماما، كيف فهموا لغات بعضهم البعض وتفاهموا مع بعضهم البعض وتواصلوا مع بعضهم البعض وتزاوجوا مع بعضهم البعض؟ والقبائل العربية، نحن نعلم هذا الأمر، ما كانت تزوج
بناتها لغريب أجنبي لا يتكلم لغتهم وليس منهم. هذه فقط بعض الأدلة القاطعة على عروبة النبي إبراهيم، وقد عملنا عشرات الفيديوهات نبرهن فيها عروبة النبي إبراهيم عليه السلام، فارجعوا إليها. كذلك فقد قامت أوروبا في بداية القرن السادس عشر بتحريف ودس العديد من الأكاذيب والإسرائيليات والأخمنيات الفارسيات في كتب التراث الإسلامي، منها أن النبي آدم تكلم السورياني. excuse me، السورياني نسبة لسوريا، كان يوجد اسم سوريا زمن النبي آدم. وأن النبي إبراهيم، النبي العربي إبراهيم عليه السلام، يزعمون أنه كان عبري أو سرياني. أعوذ بالله، فلينتبه الذي يزعم أن النبي إبراهيم العربي كان سريانيا. لماذا؟ لأن هذا قد يكون كفر، كما بين كبار علماء المسلمين، منهم العلامة الكبير ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب. يقول ابن حزم: فمن شك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهو قرشي أم يماني أم تميمي أم أعجمي، فقد كفر، فهو كافر غير عارف بدينه. لأن النبي إبراهيم العربي عليه السلام هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنسب واحد. فلا يقول أحد بعد هذه الأدلة الساطعة القاطعة الدامغة أن إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، فالذي يقول هذا هو معاند لا شك، متكبر أو جاهل كبير متأثر إلى النخاع بالإسرائيليات والمسيحيات، ولا يدري حتى هذا، وهو مخالف لكلام الله وحتى العقل.